بيكم، تعالوا النهاردة نعمل مع بعض البرجر بأحلى طعم، الطعم الأصلي بدون أي إضافات غريبة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا بينا نبدأ. أنا هنا معايا لحمة مفرومة وحاجات البرجر، بس قبل ما نحط ايدينا في اللحمة لازم نكون مجهزين كل الحاجات بتاعت البرجر. التوابل اللي معانا هي الملح والفلفل الاسود بس، ده الطعم الاصلي للبرجر. هتستمتعوا باحلى طعم للبرجر بالطريقة دي. دلوقتي معايا خس وشرايح من الطماطم وخيار مخلل وشرايح من البصل الاحمر وميكس تشيز شيدر على موتزاريلا ومايونيز وكاتشب، وده العيش اللي عملناه مع بعض امبارح. يلا بينا دلوقتي نجهز البرجر. انا هقسم كمية اللحمة دي على 3 وهحشيها من جوه بالتشيز. هخلص الكمية وارجع لكم. انا هعمل تجويف كده في النص واحط معلقه من التشيز او اكتر زي ما تحبوا، واحاول اقفل فيها كويس علشان التشيز ما تطلعش من بره بالشكل ده. نحاول نقفلها كويس. بس وهنحط ملح وفلفل من فوق وعلى الناحية التانية، بس كده. هروح اسويه في طاسة، ممكن تسويه على الجريل او طاسة اللي هي مخططة بتاعت الجريل. يلا نروح نسويه مع بعض ونشوف هيبقى شكله ازاي. دلوقتي في طاسة على النار، اي طاسة مش شرط اللي هي بتاعت الجريل دي، معلقة بس زيت كده. انا سخنتها قوي وكده هنزل ممكن نعمل نضغط عليها في النص كده بس. ما تحركوش كتير على طول، لازم اول جنب يستوي بعد كده نحركها على الجنب التاني. دلوقتي ممكن نقلبه. دلوقتي البرجر بقى جاهز، يلا بينا نعمل واحد مع بعض. انا حمصت العيش في طاسة تانية، ممكن تستخدموا نفس الطاسة اللي عملتوا فيها البرجر. هحط معلقة مايونيز في كل جنب بالشكل ده.
بعد كده هنحط خس وفوقيه شرايح من الطماطم والبصل الأحمر. الأحمر بيكون أحسن في الوصفات دي، وعليهم الخيار المخلل. واخيرا البرجر اللي محشي تشيز. ممكن طبعا تحط التشيز من فوق، بس انا حبيت الطريقة دي اكتر، بتخليه جوسي كده من جوه. دلوقتي انا هفتحه من النص وهوريك شكله هيكون عامل ايه من جوه. وبجد يا جماعة لو جربتوه بالطريقة دي، اولا صحي جدا، ثانيا طعمه احلى بكتير من بتاع برة، ثالثا بقى وده الاهم ان ولادكم مش هيطلبوه تاني من برة، هيحبوا الطريقة دي قوي. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ اتمنى طريقتي تكون عجبتكم. انا كده خلصت، اشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقات هيفنز كيتشن. باي باي.